حديث المطبوخ نشوف هو الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب. وقيل الحديث المتروك الذي يروي حديثا أو أحاديث متهم في بالكذب أو عرف عنه الكذب، معروف بالكذب حديثه متروك، والمتروك كما يقول العلماء ضعفه شديد لا ينجبر ولا يتجبر الضيس إلا وين يتوجبر، إلا وين يتوجبر. إذن هذا الترك ناشئ عن الطعن في عدالة الراوي.